اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. العربية اللي حضراتكم شفتوها في الفيديو يا عربية شوفرليه دبابة موديل العربية 2010، العربية فابريكا بالكامل بدون جرام بويا واحد، العربية الموتور وآلات الجر بحالة سليمة، العربية عليها طقم عدة كاملة، العربية فيها رخصة 7 شهور مرور المنوفية، العربية بحالة ممتازة، العربية الكاوتش بتاعها حالته ممتازة، العربية بحالة الزيرو. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شوفرليه دبابة موديل العربية 2010، سعرها 165,000 جنيه. سعر العربية 165,000 جنيه، وعلى فكرة ممكن البيع كاش وبالتقسيط. للتواصل مع الأستاذ سمير محمد صاحب العربية وكمان صاحب المعرض، وبصراحة المعرض بتاعه فيه عربيات حالتها ممتازة جدا وحالتها فابريكا، الراجل ده مش بيشتغل إلا في العجل السليم. هقول لحضراتكم دلوقتي على طرق التواصل مع الأستاذ سمير محمد، هيكون على رقم 012-25-33-02-83. للتواصل مع الأستاذ سمير محمد هيكون على رقم 012-25-33-02-83. ده كان موضوعنا النهاردة، استنونا في مواضيع جديدة.
واخبار جديده على قناتكم على اليوتيوب، قناه هاني فرج على اليوتيوب. لو عجب حضرتك الفيديو او استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.